السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. مباشرة من المسيرة جوج شيقة دوار سوق جديد المعروف بدوار الصهد وآخر المستجدات ديال القاطيني دور الصفيح ديال دوار الصهد. بالنسبة لهاد الناس هادو راه تم الإحصاء ديالهم وكيتسناو تم فارغ الصبر يخرجوا من هاد الوسط اللي هما عايشين فيه الافضل ان شاء الله. الافضل السكن كيعطيهم واحد المكان زوين، واحد المكان اللي يعطيهم الحرمه ديالهم والكرامه ديالهم ومجموعه من الامور الايجابيه. كما كتشوف اخوتي فعمليه ديال الاحصاء داز في اجواء جيده. بالنسبه لدفع الملفات للناس ديال دوار الصاد فراهم باقيين، بالنسبه للملفات ديالهم راه باقيين، يعني بالنسبه للتساؤلات اللي كيوصلونا بخصوص المدرسه ومجموعه من الامور اخرى، فالوليدات راه غيقراو في تماره، الوليدات راه غيقراو في تماره، لان باقي لا شيء يشير الى انه غادي يكون عمليه الهدم عند هاد الناس هادو قبل بدايه الموسم او شي حاجه من هذا القبيل. فالناس غادي تقري وليداتها هنا في تماره ريتامه يساليو مع الناس ديال دوار آل الحارث ودوار بن ناصر، وكذلك يدوزوا للناس ديال ولاد مطاع الغربيه وسيدي محمد الشريف اللي ديجا دافعين الملفات ديالهم، الناس اللي دفعوا الملفات ديالهم باش كيتسناو القرعه. ولكن قبل من ديك القرعه فراه كاينه قرعه اخرى قبل الناس اللي بداو عندهم عمليه الهدم قبل، اللي هما الناس ديال دوار آل الحارث وبن ناصر والبرارك اللي في الشيخ الضاوي اللي تابعين ليهم حتى هما. فانا كنقول للناس يرتاحوا على جنب الراحه، واخا مساكن ما غيرتاحوش حتى يتقضى الغرض. الله يدير ليهم اللي فيها الخير يا ربي، الله يدير ليهم اللي فيها الخير. والناس مساكن راهم مبرزطين شويه مع هذا الملف ديال دور الصفيح، يا ربي تدوز الامور على خير وتا واحد ما يتقصى وكل شيء يكون مزيان ان شاء الله. كنتمنوا من الله كل شيء يستافد وكل شيء يدوز مزيان. كاين مشاكل كبيره عند الناس في البرارك ديالهم، كاين ناس مساكن اللي كانوا غير كاريين، كاين ناس اللي واقع لهم مشاكل في ليكارت ناسيونال، كاين الناس اللي عندهم ليكارت ناسيونال وفاو لهم كيقول لهم ما نقدروا نديروا معكم والو. دابا انا ما فهمتش هذا المواطن اللي ما غاديش نصاوبوا له ليكارت ناسيونال ديالو ولا ما غنعطيوش شهاده السكنه، مع العلم هو كانت عنده ليكارت ناسيونال في هذاك السكن اللي هو ساكن فيه بنفس ذاك العنوان، علاش ما غنعطيوش؟ انا كيتطرحوا تساؤلات. راه في اي حركه في ظل هذا الوباء كتحتاج فيها لاكارت ناسيونال، كتحتاج فيها لاكارت ناسيونال. راك تا خارج في الطريق وبغاو البوليس يشوفوا معاك البطاقه ويبحثوا معاك في شي حاجه، فراه خصك لاكارت ناسيونال. دخلتي للباركه خصك لاكارت ناسيونال، مشيتي للمدرسه خصك لاكارت ناسيونال، مشيتي لا فيزيت خصك لاكارت ناسيونال. راه الله يرحم الوالدين، ديروا شي حلول لهاد الناس هادو صحاب لي كارت ناسيونال، لانهم كيعانيوا في هذا الباب هذا، كيعانيوا. وراه الله المستعان راه موضوع حرج، الله يدير لي فيها الخير يا ربي. الناس راهم واحدين في هذا المشكل هذا، وسيرتو كنهضروا على واحد الملف ديال دور الصفيح اللي ما تقدرش دير شي حركه بلا لاكارت ناسيونال، وتقدر لو وصلت لدرجه انه تلقى مشاكل كبيره في الاستفاده بسبب لاكارت ناسيونال انه فات. طلب ربي يدير لي فيها الخير، وكنتمناو من المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار مجموعه من الامور، لان الناس مسكره مقهورين، راه كاين الناس مقهورين والله العظيم، الا كاين الناس مقهورين. وراه حتى هاد العوامل اللي بانت في الاول ديال الاستفاده والناس خلصت 10 المليون، راه الاغلبيه مسكين تسلف وتكلف، الاغلبيه تسلفوا وتكلفوا باش يخلصوا. والله يدير لي فيها الخير، وكنتمناو نشوفوا مدينه تماره في ابا حله، وكنتمناو نشوفوا الدراوش تاهما وقفوا على رجليهم ولات الامور مزيان. والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع، والله يكون في عوال الجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا نعود في الموضوع ان شاء الله في نقاط اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مباشره من المسيره جوج شيقة دوار سوق جديد المعروف بدوار الصهد واخر المستجدات ديال القاطيني دور الصفيح ديال دوار الصهد. بالنسبه لهاد الناس هادو راه تم الاحصاء ديالهم وكيتسناو تم بفارغ الصبر يخرجوا من هذا الوسط اللي هما عايشين فيه الافضل ان شاء الله. الافضل السكن
كيعطيهم واحد المكان زوين، واحد المكان اللي يعطيهم الحرمه ديالهم والكرامه ديالهم ومجموعه من الامور الايجابيه. كما كتشوف اخوتي فعمليه ديال الاحصاء داز في اجواء جيده. بالنسبه لدفع الملفات للناس ديال دوار الصدفه راهم باقيين، بالنسبه للملفات ديالهم راه باقيين، يعني بالنسبه للتساؤلات اللي كيوصلونا بخصوص المدرسه ومجموعه من الامور اخرى، فالوليدات راه غيقراو في تماره، الوليدات راه غيقراو في تماره، لان باقي لا شيء يشير الى انه غادي يكون عمليه الهدم عند هاد الناس هادو قبل بدايه الموسم او شي حاجه من هذا القبيل. فالناس غادي تقري وليداتها هنا في تماره ريتاما يساليو مع الناس ديال دوار ال الحارث ودوار بن ناصر، وكذلك يدوزوا للناس ديال ولاد مطاع الغربيه وسيدي محمد الشريف اللي ديجا دافعين الملفات ديالهم، الناس اللي دفعوا الملفات ديالهم باش كيتسناو القرعه. ولكن قبل من ديك القرعه فراه كاينه قرعه اخرى قبل الناس اللي بداو عندهم عمليه الهدم قبل، اللي هما الناس ديال دوار ال الحارث وبن ناصر والبرارك اللي في الشيخ الضاوي اللي تابعين ليهم حتى هما. فانا كنقولوا للناس يرتاحوا على جنب الراحه، واخا مساكن ما غيرتاحوش حتى يتقضى الغرض. الله يدير ليهم اللي فيها الخير يا ربي، الله يدير ليهم اللي فيها الخير. والناس مساكن راهم مبرزطين شويه مع هذا الملف ديال دور الصفيح، يا ربي تدوز الامور على خير وتا واحد ما يتقصى وكل شيء يكون مزيان ان شاء الله. كنتمنوا من الله كل شيء يستافد وكل شيء يدوز مزيان. كاين مشاكل كبيره عند الناس في البرارك ديالهم، كاين ناس مساكن اللي كانوا غير كاريين، كاين ناس اللي واقع لهم مشاكل في ليكارت ناسيونال، كاينين الناس اللي عندهم ليكارت ناسيونال وفاو لهم وكيقول لهم ما نقدروا نديروا معاكم والو. دابا انا ما فهمتش هذا المواطن اللي ما غاديش نصاوبوا له ليكارت ناسيونال ديالو ولا ما غنعطيوه شهاده السكنه، مع العلم هو كانت عنده ليكارت ناسيونال في هذاك السكن اللي هو ساكن فيه بنفس ذاك العنوان، علاش ما غنعطيوش؟ انا كيتطرحوا تساؤلات. راه فاي حركه في ظل هذا الوباء كتحتاج فيها ليكارت ناسيونال، كتحتاج فيها ليكارت ناسيونال. راه داكشي خارج في الطريق وبغاو البوليس يشوفوا معاك البطاقه ويبحثوا معاك في شي حاجه، فراه خصك ليكارت ناسيونال. دخلتي للباركه خصك ليكارت ناسيونال، مشيتي للمدرسه خصك ليكارت ناسيونال، مشيتي لافيزيت خصك ليكارت ناسيونال. راه الله يرحم الوالدين، ديروا شي حلول لهاد الناس هادو صحاب ليكارت ناسيونال، لانهم كيعانيوا في هذا الباب هذا، كيعانيوا. وراه الله المستعان، راه موضوع حرج، الله يدير لي فيها الخير يا ربي. الناس راهم واحدين في هذا المشكل هذا، وسيرتو كنهضروا على واحد الملف ديال دور الصفيح اللي ما تقدرش دير شي حركه بلا لاكارت ناسيونال، وتقدر لا وصلت الدرجه انه تلقى مشاكل كبيره في الاستفاده بسبب لاكارت ناسيونال انه فات. نطلبوا ربي يدير لي فيها الخير، وكنتمناو من المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار مجموعه من الامور، لان الناس مسكره مقهورين، راه كاين الناس مقهورين والله العظيم، الا كاينين الناس مقهورين. وراه حتى هاد العوامل اللي بانت في الاول ديال الاستفاده والناس خلصت 10 المليون، راه الاغلبيه مسكين تسلفوا وتكلفوا باش يخلصوا. والله يدير لي فيها الخير، وكنتمناو نشوفوا مدينه تماره في ابا حله، وكنتمناو نشوفوا الدراوش موقفوا على رجليهم ولات الامور مزيان. والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع، والله يكون في عون الجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا نعود في الموضوع ان شاء الله في نقاط اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.